الأجواء تواصل ماطرة في العديد من مناطق المملكة. مديرية الأرصاد الجوية أوضحت أن زخات المطرية تتراوح بين 25 و60 ملمترا، ستكون مصحوبة برياح قوية إلى غاية صبيحة الخميس. وكثافة الثلوج في المرتفعات تتسبب في انقطاع العديد من الطرق، فيما المصالح المعنية تعمل على إعادة حركة السير. تابعنا في النشرة روبورتاجات من صفرو وأزيلال.